الشعب. من أجل الشباب، من أجل الأجيال الجديدة، برشح نفسي إني أكون صوتكم، صوت الشباب اللي أخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل إيه بكرة، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم إنك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهورية. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان. ايتها الجماهير العريضة، ايتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من اجلكم انتم ايها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ انني ارى جحافل امامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من اجل مصر وليس من اجل مرجان. واننا اعاهدكم من الان ان لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، اربع اوض وصاله فوق وحمامين، وتحت في اوضه للداده، وامام الفيلا في حمام سباحه. من حقكم ان كل مواطن حمام سباحه قدام الفيلا، غير الجنينه اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري. في جنينه ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم انكم تاكلوا كنتالوب. ايها الجحافل العظيمه، ارجوكم لا داعي لهتافات، ودعونا نعمل في صمت من اجل مصر، من اجل مصر. يا حسن، فين الدايره وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده اصل انا واحد مقطوع من شجره. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للاسف في السرادق الثاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتوره جهال مراد اللي نازله في الانتخابات قصاد سعادتك. جهال مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجهال مراد ومحدش عبرنا انا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج ان شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي يا ابني، هو قايل لي انا هجيب صحابه بتوع الجامعه وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليها الصبح. أصل هو والأنسة علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جهان مراد؟ أيوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جهان مراد؟ أيوه سعادتك. على فين؟ أنا رايح عند جهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة شهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة شهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة شهان. بابا. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة شهان. بابا. هو ده اللي أنت بتعلمه لهم؟ يشتموا أبوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده أنا قعدت 50 سنة أشرب سجاير في الحمام عشان أبويا ما يشوفنيش. يجي اليوم انا اشوف ولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضاره. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا اخ عدي، ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت، ليلكوا سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه. لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، ونبقى خليك انت في حالك، انا هفوق لك بعدين. يلا انت وهي، يلا. انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي، يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شهاب. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات، ما بسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناسي انهم ولادي؟ ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجه الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايره، وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزوره. شوف الواد يا ابن الكلب بيقول ايه. احنا جامدين قوي. في انتوا
عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا ده عشان دكتور جيهان ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات؟ يعني انتوا زعلانين علشان الدكتورة جيهان سقطت في الانتخابات ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتورة جيهان دي عاملالكوا ايه؟ بكرهاكوا فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي، القضية مش في الحب خالص. امال قضية ايه يا ست علياء؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى، بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخصوا ثروتك مشوه صورتك شوية. طيب نوم نصدق الكلام ده ولا نكدبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة. طيب ما هو الشجرة المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجة بصراحة يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، دكتور جيهان مثلا، ما يخرب بيت الدكتورة جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتورة جيهان. انا اشتري 20 زي الدكتورة جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت لحد هنا الحوار خلص عن اذنك. تعال هنا لحد فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض هو انا طول؟ ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل على بعضه 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه. قلت ايه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي سمول. ابيع نفسي لاول مشتري اتي، ابيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوه قوي ابيع نفسي دي، ناخدها واديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار ابياتي، الشعر شعري ومأساته مأساتي. حلوه قوي برضه فليسقط الشعر دي، احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف مش هنقعد هنا بقى طول الليل. راجع بقى الحلزونة وحساب السحرة بعد. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا، طباعة زي الفل، هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك. أعمل إيه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري الكلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه، العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه موجوده ساعتك. طيب
اشتري كل النسخة يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجة؟ هو في مشكلة كده سعادتك، لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعت إنذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي ان انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الأستاذ ممدوح نصر. مين؟ الأستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره. شارب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا.